تتواصل جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بكافة صورها وعلى مدار أسبوع. نجحت أجهزة الوزارة في تحقيق نتائج متميزة في شتى مجالات العمل الأمنية. ففي مجال قضايا الغش التجاري والتلاعب بالدعم، أسفرت جهود وزارة الداخلية خلال أسبوع عن ضبط 28 قضية بيع اسطوانات بوتاجاز في السوق السوداء بمضبوطات بلغت 34,945 اسطوانة بوتاجاز، وضبط 28 قضية مواد بترولية بمضبوطات بلغت 724,454 لتر مواد بترولية تم تجميعها لبيعها في السوق السوداء، إضافة إلى ضبط 11,119 قضية سلع غذائية وتموينية مستندية وعينية بمضبوطات وزنت أكثر من 3,119.5 طن سلع غذائية وتموينية متنوعة، وكذلك ضبط 5,001 قضية مخالفة للمخابز بمضبوطات بلغت قرابة 256.5 طن دقيق بلدي مدعم. كما تم ضبط 5 قضايا في مجال حجب السلع الاستراتيجية بمضبوطات بلغت 86 طن سلع غذائية متنوعة، وتم ضبط 2,945 قضية في مجال البيع بأزيد من السعر للسلع الغذائية وغير الغذائية بمضبوطات بلغت قرابة 511.5 طن. كما تم ضبط 113 قضية استيلاء على الدعم بمضبوطات بلغت أكثر من 54.5 طن سلع مدعمة متنوعة. كما تم ضبط 5 قضايا في مجال البيع بأزيد من السعر لمواد البناء بمضبوطات بلغت 54 طن أسمنت. كما تم ضبط 106 قضية في مجالات التلاعب بمنظومة توريد وتداول الأرز والشعير لموسم الحصاد الحالي، وضبط حالات التهريب بمضبوطات بلغت حوالي 149 طن أرز شعير. كما تم ضبط 229 قضية في مجال البيع بأزيد من السعر للسجائر بمضبوطات بلغت 122,574 عبوة. وفي مجال تحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 730,771 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 308,734 مخالفة تجاوز السرعة المقررة. وخلال الحملات المرورية على الطرق تم إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 3,504 من قائد المركبات، تبين إيجابية عدد 163 سائقا منهم. كما تم المرور على 168 مدرسة وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 893 من سائقي حافلات المدارس، تبين سلبيتهم جميعا. كما تم فحص 610 مركبة وتبين عدم مطابقة 30 مركبة لشروط الصلاحية الفنية. كما تم رفع 327 سيارة و48 دراجة نارية متروكة ومتهالكة. وفي مجال ضبط مخالفات قائدي الدراجات النارية، تم ضبط 9,201 مخالفة عدم ارتداء غطاء الرأس الخوذة. كما أسفرت جهود رصد مخالفات تركيب أجهزة التنبيه الضوئية أو الصوتية الخاصة بمركبات الطوارئ والمحظور تركيبها واستعمالها عن ضبط 954 مخالفة الأجهزة الصوتية، وضبط 1,218 مخالفة الأجهزة الضوئية، وضبط 2,807 مخالفة الزجاج الملون بدون ترخيص، وضبط 2,997 مخالفة ملصقات، وضبط 39 محلاً مخالفاً لبيع الأجهزة الصوتية والضوئية. وفي مجال الأمن السياحي، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط 1,669 قضية ومخالفة، أبرزها حيازة الآثار والحفر والتنقيب عن الآثار ومخالفات الشركات السياحية.
وفي مجال قضايا التيار الكهربائي ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 68,987 قضية ومخالفة بقيمة مالية محصلة. في هذه القضايا بلغت 64,100,685 جنيها. وفي مجال قضايا المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 372 قضية، من بينها 210 قضية في مجال مكافحة جرائم المصنفات و162 قضية في مجال جرائم المطبوعات. وفي مجال قضايا الأموال العامة ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 42 قضية بقيمة مالية بلغت 76,925,656 جنيها. وفي مجال قضايا التهرب الضريبي تمكنت أجهزة الوزارة من ضبط 2,425 قضية بقيمة مالية بلغت أكثر من 2,937,000,000 جنيها. قيمة تعاملات مالية مخفاة لم يقم الممولون بإخطار مصلحة الضرائب بها وجاري فحصها فنيا بمعرفة المصلحة لاستداء الضرائب المستحقة عليها. كما بلغت قيمة المبالغ المالية المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة 7,739,851 جنيها.